أكد بالحرف الواحد واستسمحته في أن أنقل ما صرح به أن مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس، وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. طوفان الأقصى في يومه 28، جدل تقنين تجريم التطبيع مع كيان الصهيوني يتواصل في تونس بعد شهادة العميد بودربالة وما سمي بخيبة الأمل الكبيرة في صاحب مقولة التطبيع خيانة عظمى. سعيد يرى في تقنين تجريم التطبيع مساسا بالأمن القومي لتونس. إذن تراجع سعيد عن وعده الانتخابي، هي السلطة واشتراطاتها أم الشعبوية حين تقترب نهاياتها؟ جريمة تهريب الخمسة إرهابيين من سجن المراقية، هل تتحمل سلطة سعيد المسؤولية السياسية وتبعاتها أم تطوى كسابقاتها؟ إلى أي حد يمثل تهريب الإرهابيين من المراقية تهديدا مباشرا للمعارضين وخشية فعلية من ماكينة أو عودة ماكينة الاغتيال السياسية؟ ضيفنا هنا في الاستوديو سيد عادل الماجري، نائب رئيس جمعية ضحايا التعذيب من جنيف، كما قلت ضيفنا هنا في الاستوديو. أهلا وسهلا بك سعادة. أهلا وسهلا أستاذ حسين، وشكرا على الاستضافة. مرحبا بك. تحية إلى قناة الزيتونة على هذا المشوار الصعب رغم الظروف، ولكن هي القناة الوحيدة التي تقاوم وصامدة وتتضامن مع تونس ومع غزة. شكرا سي عادل وشكرا موصول، ونشد على يديكم دوركم الكبير كجمعيات مدنية وحقوقية في الخارج. اليوم 28 من طوفان الأقصى، آخر أرقام ارتفاع وارتقاء ارتفاع عدد الشهداء، غزة إلى 9227 بينهم 3826، هذا قبل خمس ساعات من الآن، جرائم ترويع تطهير عرقي في المباشر أمام عدسات الكاميرا، صمت العالم وأمام صمت العرب. سي عادل. سي حسين، لا يمكن أن نتحدث في أي موضوع إلا نبدأ بالقضية الأم للأمة الإسلامية والعربية والقضية الإنسانية. أولا نترحم على كل شهداء هذا الاعتداء وهذه الإبادة لشعب كامل، من كبار وصغار وأطفال ونساء ورجال وشيوخ وحتى الحيوانات، من القطط والأحصنة وعفاكم الله من البهائم إلى آخره. فنترحم على شهدائنا، نترحم على كل من ذهب إلى جنات الخلد، وأيضا نتمنى الشفاء العاجل لكل الجرحى، والجرحى عددهم كبير، والذين ينتظرون بالطوابير في معبر رفح، والذين ينتظرون، وأيضا نتمنى أن يكون مصير ما هم الآن تحت الأنقاض وتحت الردم وتحت هذا الدمار، هم في عداد المفقودين. نعم، في عداد المفقودين، نتمنى لهم أن يكونوا أحياء وأن يصمدوا. هذا أول. كذلك لا ننسى ونحن نحيي هذا الصمود في غزة، ونحيي الشهداء ونحيي المقاومة في غزة، أن أيضا تحية من خلالكم إلى صمود معتقلين في السجون التونسية، ولأن قضية تونس مرتبطة بالأساس مع قضية غزة ومع قضية فلسطين، وذنب هؤلاء لأنهم يطالبون بالحرية لتونس، يطالبون بالديمقراطية لتونس، يطالبون، وهم يعني أغلبهم هم من يدافعون على الحق الفلسطيني. نعم. بدءا برئيس البرلمان التونسي الأستاذ راشد الغنوشي، ومعروف تصريحاته ومعروف مواقفه مع المقاومة الفلسطينية ومع الحق الفلسطيني، إلى الأستاذ عصام الشابي أيضا، ورأينا تصريحه الأخير. نعم. الذي يدعم المقاومة من خلال صموده في المعتقلات وصموده في السجون التونسية، إلى نور الدين البحيري، إلى علي العريض، إلى عبد الحميد الجلاسي، إلى كل قرابة 50 شخصية سياسية معارضة. نعم. لا يسعنا الوقت أن نسردها كلها. فهؤلاء أيضا يساهمون في مقاومة سلطة الاحتلال
التي الآن هي الغاشمة والتي تدمر وتبيد شعب كامل من خلال صمودهم في السجون ومن خلال تصريحاتهم ومن خلال متابعتهم أيضا لما يقع في غزة ولما يقع في فلسطين عموما. فتحية لهم من هنا يعني. وللأسف أنتم بدأتم بهذا بهذا التصريح، لا يمكن أن أعلق إذا لأنه حدث بالفعل أستاذ عادل أستاذ المشاهدين البارح تصريح العميد بودربالة الأستاذ العميد بودربالة البارحة قبة البرلمان وتلك الشهادة المدوية هي ربما مثلت صدمة سماها البعض بخيبة الأمل الكبيرة، ربما لدى البعض منتظرة، ولكن في حد ذاتها عندما تأتي هذه الشهادة من العميد بودربالة وفي ظل جدل واسع والكبير برشا في البرلمان في ظل مناقشة قانون تجريم التطبيع، هنذهب نسمع هذه الشهادة المدوية رجعين سعيد وتجريم التطبيع بين كلام الحملة الانتخابية وكلام الواقع في السلطة. يلا. أكد بالحرف الواحد واستسمحته في أن أنقل ما صرح به أن مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس وأن الأمر يتعلق بخانة الاعتداء على أمن الدولة الخارجي وأن المسألة اتخذت طابعا انتخابيا لا أكثر ولا أقل. هذا هو موقف رئيس الجمهورية الذي صرح به بحضور النائبين الأستاذة سوسن مبروك والأستاذ أنور مرزوقي. ولذلك عهدت نفسي على أني أكون أمينا معكم وأن ما يهمني هو المصلحة العليا للوطن ومصلحة المسار ومصلحة هذا المجلس ولكي نتحاشى إدخال البلاد في المجهول. وسأمر إلى ما تقترحونه وكلنا مسؤولون عن مواقفنا. كلنا مسؤولون عن مواقفنا. ربما هذا فهم منه تفاصيل. أستاذ عادل، هذا تصريح العميد بودربالة رئيس برلمان السيد سعيد 8.8. تعرف كلام سعيد سنأتي عليه فيما بعد في الحملة الانتخابية وعندما وعد بقانون خيانة عظمى، قال مش تجريم التطبيع لأنه التطبيع بس هو صفصطة. اليوم في ظل حتى البرلمان الكل متماهين مع يسموه فيه المسار، شفنا تقريبا من خلال التصويت على الفصول الأولى كان ثم غالبية بمعنى أنه التمشي ماشي في اتجاه إقرار هذا القانون بغض النظر عن التفاصيل، ولكن جاء الصوت وكلام مدوي أن السيد سعيد يعتبر فيه مساس بالأمن القومي لتونس، ردة اشتراطات السلطة. شنو رأيك؟ شوف، رأيي أولا أن تصريحات قيس سعيد وتصريحات رئيس برلمانه وأيضا حتى موضوع الوعود التي جاء بها من 2019 وحتى بعد 25 جويلية جاء ليصلح، جاء لتصحيح ما صار، وعد بالكثير، وعد بجلب الأموال المنهوبة، وعد بأن سيصلح الاقتصاد، أن سيحارب الفاسدين، أن هذا كله لا يزيد الآن المقاومة والقابعين في سجون قيس سعيد إلا إيمانا بعدالة قضيتهم وأنهم على حق لما قاوموا هذا المنقلب ولما عارضوا ولما طالبوا وقالوا أن هذا المنقلب فاشل وأن هذا المنقلب يعني لا يقول الحقيقة، أن هذا المنقلب يعني يلبس ويعني يقول كلام ويفعل كلام آخر. فاليوم بان بالكاشف وخاصة في موضوع الخيانة العظمى أن التطبيع خيانة عظمى، وهذا الذي انبهر له الجميع، وهذا كانت كلمة السر أو العصا السحرية التي قلبت كل المجتمع وكل من
ذهب للتصويت لكي يعطي صوته لقيس سعيد. اليوم بان بالكاشف أن كلامه ما قبل 2019 كله غير صحيح، حتى لا أقول كلمة كبيرة، وأنه الآن خان العهد وأنه خان الوعود، وأن الوعود التي قال ووصل بها إلى قصر قرطاج كلها طاحت في الماء. اليوم سمحني سي حسين، اليوم يتضح بالكاشف وبتصريح رئيس برلمان قيس سعيد المنصب، يعني بالكاشف أن هذا الشخص يعني عراه. هذا التصريح عراه، يعني لم يبقى فضيحة كبرى، فضيحة من الفضائح التي تتالت وتراكمت منذ 2019 ومنذ خاصة 2021. لكن هل تغفر تصريحات سعيد الأخيرة؟ حكى على المشروع الصهيوني، حكى على ضرورة تحرير الأرض الفلسطينية من البحر إلى النهر، تحرير كل فلسطين، وين يعني هذا ما يغفرش؟ أم أنه المسألة عندما وصلت المرحلة الإجرائية أصبح مساس بالأمن القومي، يعني يقول فيه شكونه يقبل؟ خلينا نكون واضحين، يعني احنا في ثقافتنا العربية الإسلامية وفي تراثنا عندنا حديث على الإيمان. الإيمان مش حاجة، الإيمان ما هو؟ هو ما وقر في القلب صدقه وصدقه العمل. أنك تحكي للصباح وتقول باش نعمل كذا، أنا نحاسبك على ماذا أنجزت على الواقع. كلام قيس سعيد الكل لما ننظر للواقع لا نجد له ركزة، لا نجد له أثر. يعني كلامه على التطبيع أنت من باب أول، وركوبه الآن على قضية المقاومة، ركوب سمفي؟ ركوب وشعبوية من طراز عالي. ليش؟ لأنه الأصل في الشيء إذا كنت صادقا أن تتضامن مع شعب فلسطين ومع غزة وتريد أن تنصره، تسند المقاومة وتنصرها، أول حاجة تعملها فما رسائل اللي تأكد صحة كلام. أولا القابعين في السجون المقاومون من راشد الغنوشي إلى القائمة متاع أكثر من 50 هم كلهم متضامنون مع غزة وكلهم متضامنون مع فلسطين. فأول شيء إن كنت صادق أن تخرج تطلق صراح هؤلاء، واحد. اثنين، إن كنت صادقا والآن اتضح أنه غير صادق، موضوع قانون التطبيع تجريم التطبيع الأصل عندك السلطات الكل يا أخي. هنا السؤال لماذا أنه ويجي معنا هذا وهذا يفند أنه كلام غير صحيح، أنه يطرح الموضوع في البرلمان ثم يقع الضغط، وهنا عندنا معلومات دقيقة، الضغط على البرلمانيين الذين يعني أخذوا الأصل، أخذوا الكلام على محمل الجد وظنوا أنه هذا رئيس سلطة الانقلاب أنه جاد، انصاره تفاجأوا بالموقف هذا. يعني هو البدء في مناقشة، تعرف هو كان المفروض يتناقش يوم الاثنين، تم تأجيله تحت الضغط إقرار جلسة الخميس، ولكن بدأ التصويت بعد الفصول فصله الثاني، كان واضح وأنه التصويت ماشي في اتجاه إقرار هذا القانون. على فكرة سعادة وسادة المشاهدين، لأنه سيد سعيد يقول بالنسبة للأمن القومي، البرلمان العراقي رأوا في أواخر ماي، أنا نجم نشوفه سمحنا الصور، ماي 2022 أقر قانون يجرم التطبيع في العراق، ونشوف حتى وقتها غضب أمريكي على القانون هذاك، ونشوف حتى البرلمان الكويتي كيفاش يدعاه. بالتالي الأصل فيه، تعرف دستور الثورة 2014 نصص على الحق الفلسطيني في الديباجة متاعه واضح، وحتى نقولوا احنا النخبة التونسية مجمعة، وانت جيت تقول هكا سعيد يقول جيت باش نصحح الثورة، الاصل فيه في تونس اولى باش عدى فيها القانون هذا، اصل تعدى. بالتالي ليش هالردة هذه؟ هل خوفوك المساس بالامن القومي؟ شوف خلينا قلت لك معناها يعني كلام شيء والواقع شيء، هذا واضح للقاصر والداني انه قيس سعيد يتكلم ولا يفعل، واحد. لانه بالملموس الان قيس سعيد اكد لنا انه فاشل على المستوى السياسي، فاشل على المستوى الاقتصادي، فاشل على المستوى الدبلوماسي، فاشل على المستوى الاجتماعي، فاشل على المستوى يعني مستويات الكل، معناها حتى المستوى الأمني وتنجيهم بعدين. أيوة هذه المستوى فشل ذريع، واحد. اثنين، أنه كما قلت يعني هو الراجل عنده السلطات الكل، يعني كيف أنت عندك سلطات الكل أمر حتى مرسوم، حتى مرسوم تصلح الفشل متاعك هذا. وأيضا موضوع إذا كنت صادق في موضوع غزة، إذا أنت متضامن مع غزة فالأصل في الشيء أن
تصدر هذا مش لازم حتى تعديه بالبرلمان. ليش كان هذا عديته على البرلمان في ذكرى وعد بلفور في النهارية؟ أيوة نظام. يعني القرارات الأخرى تأخذ فيها بمرسوم وتعدى، خذ مرسوم يا سيدي، ما تحمل ما كنت أنت الآن. لكن اليوم رأوا البرلمان هو المتقدم يا سعادة عليه، البرلمان فعلا هو المتقدم عليه. شوف، وهذه من المفارقات، يعني مثل ما يعني مثل ما بين قوسين غش الشعب التونسي أو صدمه أو يعني غلطه بهذه الشعارات، هو أيضا نفس الشيء، هو يصرح في التصريحات والأعضاء البرلمان يعني صدقوه ومشين في نفس، فيقع التدخل من هذا، عندنا معلومات من الوزارة الخارجية وحتى شو اسمه المصالح المختصة، ووقع الضغط على البرلمانيين أن لا يصوتوا بالإجابة على هذا القانون. فالمسألة واضحة أن هناك على المستوى الخطاب شيء وعلى المستوى شيء، وهذه الفاضحة، هذا اللي صار اليوم واللي صار هو الفاضحة والكاشفة لمعناها. تعتقد أن التوانسة يمكن يغفروا لهذه السلطة تقصيرها، فشلها، عدم نجاحها، عدم توفيقها في الخبز في الزيت، ولكن المسألة الفلسطينية هذه التونسي حتى اللي هو من بعيد بعيد في المسألة هذه تمست كرامته وتمست مصداقية السلطة؟ احنا نتابع معناها يوما صباحا وليلا الشعب التونسي كيف انتفض، وهذا الشعب التونسي اللي بدأ في الثورة هو نعم. في قلب الثورة وهو شعارات نعم. الشعار كان الشعب يريد تحرير. الشعب يريد تحرير فلسطين، وهو معروف أن في الشعوب الكل، فما الشعب التونسي دمه فلسطيني، روحه فلسطيني، يعني حتى المعارضة وحتى الأطياف السيادية السياسية نعم. تختلف في كل شيء إلا في قضية فلسطين نعم. فبالتالي هذا الشعب الذي انتفض الآن مسيرات تقريب كل يوم في الولايات الكل، المدارس يعني انتفضت والعلم الفلسطيني حاضر في الكشافة، في كل المنظمات الوطنية، في المدارس، في كل شيء، المدارس كل يعني. هذا الشعب الآن لابد، هذه رسالة إلى الشعب التونسي أن ينتبه، إذا كان هذا يعني المنقلب يعني خدعك في هذه القضية، وأنت أطلقت العنان لكي تدافع. أنا أمس لقيت زوز توانسة هنا نعم. يعني معناها فخورين بأنهم يدافعوا على فلسطين. قالوا أحنا يعني الآن نريد أن نقوم بشيء عملي لفلسطين، يعني كفانا مسيرات وكفانا، هذا مطلوب، ولكن الآن يريدون أكثر. وأنت في تصريحاتك يا بابا قلت وصلت حتى قلت يعني شهادة لا إيه، قال شهادة، قال سلح الشعب، لابد من تسليح الشعوب. أنت تقول ما لابد من تسليح الشعوب، وفي نفس الوقت يعني في نفس الوقت معناها لا تصدر قانون لتجريم التطبيع. فهناك مفارقة، لكن رسالتي إلى الشعب نعم. التونسي، واصل في تضامنك مع الشعب الفلسطيني، مع الحق الفلسطيني، واصل في تضامنك مع غزة، واصل في تنديدك بهذه الحرب، حرب إبادة. الشعب الآن الفلسطيني وخاصة في غزة وفي جنين وفي رام الله وفي القدس الآن يباد، ولاحظتم اليوم هذه المجزرة البشعة أمام مستشفى الشفاء، يعني وقبلها في جباليا، وقبلها في أحياء أخرى نعم. الآن الشعب الفلسطيني ينتظر من الشعوب العربية وليس من الحكام، ينتظر وقفة جد ووقفة انتفاضة ووقفة عملية للدفاع نعم. عن هذا الشعب نعم. المنتهك لكامل حقوقه. هات نرجع إلى تصريحات السيد سعيد في الحملة الانتخابية. في الحملة الانتخابية أدخلت الدورة الثانية وقتها، ووعدوا بإقرار قانون وقت سماه قانون الخيانة العظمى. أفكرك إن كنت ناسي؟ يلا نسمع ونرجعين. يلا الموقف من التطبيع مع إسرائيل، التطبيع مع من؟ هي كلمة التطبيع خاطئة، يعني مع الكيان الصهيوني. لا التطبيع خاطئة، هي خيانة عظمى. من يتعامل مع كيان شرد شعبا كاملا لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن، واجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى وكلمة التطبيع. هل أنتم مع تجريم التطبيع؟ لا مش تطبيع، هذه كلمة التطبيع خاطئة أصلا. التطبيع، الوضع الطبيعي أننا في حالة حرب مع كيان محتل، كيان غاصب. نحن نتعامل مع اليهود كأننا نحفظ اليهود،
ولكن لم نتعامل باسبورات اسرائيليه. لا لا بجوازات سفر اسرائيليه لا ابدا. نتعامل مع اليهود حميناهم اثناء الحرب العالميه الثانيه. يعني اسرائيلي يدخل باسبور غير باسبور اسرائيلي بيسالش؟ لا ابدا. من القضية هي قضية شعب محتل ما زال مشردا في المنافي وتحت الخيام ولا يمكن أن نتعامل مع عدو. ماذا تقترح قانونا؟ قانونا هي خيانة عظمى ويحاكم بتهمة الخيانة العظمى مرة أخرى في هذه الثواني المتبقية. خيانة عظمى خيانة عظمى مرة أخرى خيانة عظمى قانون قانون خيانة عظمى. أستاذ عادل ربما يكون صادق سعيد سعيد الناخب سعيد المترشح. احنا عندنا مثل تعرف في الريف قال لك واحد جاهز في شكاره غراره نتاع قمح هو جاهز طاح اكرمكم الله شبيك قال انا كنت تصورها كنت تصوروا شعير مش قمح يعني كيهزها شنو مبرر تصورها شكاره الشعير مش قمح اللي طيحاته. حبيت نقول لك قد يكون كلام الناخب شيء ولكن في السلطه ولكن المفارقه انه من يومين فقط في المنيله كي يحكي السيد سعيد بك الخطاب تاع النصر والشهاده لكن كيفاش تحكي النصر والشهاده وبتولى يحكي حسب نقل عنه وبحضور شاهدين اثنين هذا صدق العميد بودرباله واحسن يعني تثبيت الشهاده نتاعو مساس بالامن القومي. شوف والله من الفاضحات المبكيات او كما يقال انه من يعني مضحكات المبكيات المضحكات المبكيات وكما قلت من البدايه هي الفاضحه وهي الكاشفه واللي عرض قيس سعيد الان غزه الامن القومي غزه وجاتك الامن القومي غزه عرض قيس سعيد بكل معناه معنى الكلمه. اولا هذه صفصطه وهذه شعبويه وهذه خيانه للوعد الذي قال الوعد الذي وعد به الشعب التونسي قبل 2019 والان شوف معناها كشعب شو الاخرين هذا التونسي الان يبرروا جماعه الحمله التفسيريه يقول لك يا ما سياسيين وعدوا جيت كان في هذه سعيد تو وعد بالديمقراطيه وعد باحترام الحريات توعد بكذا وكذا تجاتها في هذه تو كلام هذا شوف وعد في الجانب الاجتماعي ممكن يغفر له الشعب وعد في الجانب باش يصلح كذا يمكن أما في هذه كما قلت في البداية فلسطين في قلب التوانسة في دمهم تجري يعني إذا يعني يخون يعني الشعب التونسي في هذه القضية فهي ستكون له القاسمة. موضوع الأمن القومي موضوع نعم. الأمن القومي تو ذكرت باب الأمن القومي عاك تحط دبابة أمام البرلمان هذاك مش أمن قومي كي لما يغتال يعني تغتال ناس يعني تغتال ناس أمامك ومعناها باه شو اسمه الشهيد مزيان لا قبل الشهيد الشهيد في عقارب لا الشهيد الطيار شهيد لا إله إلا الله نعم محمد الزواري صحيح نعم. أغتيل قبلك لكن أنت بابا جاي ما كنت تحب تدافع على فلسطين وكذا زوجته ما تأخذش الجنسية أرملته أو يعني ما تأخذ الجنسية كذلك معناها شو عملت لم يرد اعتبار له يعني لم يفعل شيئا. إذن بالتالي الأمن القومي هذا الأصل أنك تحافظ على الأمن القومي داخل البلاد أنك تحافظ على المؤسسات أنك تحافظ على حرية الشعب أنك تحافظ على يعني تكاتف الشعب فيما بينه مش تفرق مش معناها تتهم هؤلاء بالخيانة وهؤلاء معناها بكذا وهذم جراثيم وهذم كذا وهذم سرطان ولا بد أن نقلع أو معناها نقضي على هذا السرطان وكذا فأين الأمن القومي؟ أين الأمن القومي اللي تحكي عليه؟ يعني هذا نفس الشيء يدخل في باب الشعبوية وباب الصفصطة وباب الوعود الكاذبة والآن جاءت غزة يعني دروس من غزة نعم. أولا ليش غزة انتصرت؟ غزة لأنه فيها حرية وفما أحرار غزة لأنه فيها ديمقراطية وتسيير الشأن العام بشكل ديمقراطي وبشكل مؤسساتي غزة لأنها مستقلة وتأخذ القرار بكل استقلاليه الوطني نعم. عن كل الدول مهما دعمتها ومهما كذا وحتى اللي دعموها ليس لهم اي قرار على غزه وعلى السلطه في غزه وعلى المقاومه في غزه. غزه لانها كان هناك وضوح في الرؤيه ان هناك احتلال اذا يقابله مقاومه
والمقاومة بين قوسين نوضح للسادة المشاهدين، المقاومة هي شرعية بالقانون الدولي، هي شرعية، هي الأمم المتحدة والقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعاهدات الدولية وميثاق حقوق وميثاق الدولي أو الميثاق العالمي لحقوق، كل هالترسانة هذه هي تقول كل ما هناك احتلال يقابله مقاومة، شرعية المقاومة. حتى هذا الكيان يسمى في المصطلح الدولي هي سلطة الواقع، السلطة القائمة بالاحتلال، السلطة القائمة بالاحتلال هي محتلة غزة. نزيدك أكثر من هكا، المستوطنات كلها غير شرعية، هؤلاء لما يحروا يدخلوا المستوطنة المقاومين فمن حقهم أن يحروا هذه، لأن المستوطنات لم تكن حتى في القانون الدولي ولم تكن حتى في المعاهدات ولم تكن حتى ولو مشينا في موضوع أوسلو، خاتي أوسلو، نعم، يعني خرق فاضح، خرق هناك، خرق فاضح. أولا ما هنا ليس هناك تطبيق لأي قرار أممي، نعم. ثانيا أن هؤلاء مقاومة شرعية، ثالثا أن هذا المحتل غاصب وهذا المحتل متوحش وهذا المحتل يبيد شعب، مش اليوم أمام مستشفى الشفاء يا مواطنين ويا شعب ويا مثقفين ويا إعلاميين. المسألة بدأت منذ 75 سنة، منذ 75 سنة والشعب الفلسطيني يعاني من الهجرة إلى هجرة، هم أنفسهم من الترحيل، نعم. من الهجرة، من الاعتداء، من الاختفاء القسري، من السجون، من القتل، من كل أصناف الغطرسة خبيرة دولية والاعتداء على الشعب، اسمتها تطهير عرقي. ثم غزة أنفسهم، نعم، على سبب فيهم مخيمات لأنهم كان ضحايا هجرة أولى في 48 وفي 67 أنفسهم رغم يعني، نعم، غزة. الخلاصة يعني ما حدث ما استقر على الأقل، ولكن سي عادل تو احنا واحد يجي باش ياخذ قطار في برشلونة في تونس، ثم ترام تاع يهز القفصة ولا القابس، ثم ترام تاع يهز الغردمار، ثم واحد يفيق انه يطلع في التران لكن قبل ما يخرج القطار فاق انه التران معناتها مش هذاك التران يبدل، وثم ناس غلطت ماشي الغردمار خذت ترام تاع قفصة ولا قابس، فات حمام لمن، فات سوسة وما زال ما فاقوش. هو البارح شفنا برشا جماعة فاقوا في البرلمان والبقية ما زالوا، خاطر السلطة شوف قال لها في الهيجاء ما جربت نفسي لكن في الهزيمة كالغزالي. يعني قلت أنت عرّت فلسطين، نعم نعم، هذه السلطة، نعم. فلسطين غزة بالأساس هي الحرة، غزة هي التي ستحرر الشعوب العربية وستحرر الأوطان العربية. احنا نقول غزة حصارها أكثر من 16 سنة، فاتضح بالمكشوف وبالملموس وبالعمل وبحاجة يعني نشوفوا فيها بعيوننا أن غزة هي الحرة، أن غزة الآن تحرر في الوطن العربي والإسلامي، تقاوم من المسافة الصفر، نعم، تقاوم من المسافة الصفر، وهي تعطي رسائل قوية كما قلت. يعني وصلت غزة لهذه الحالة من المقاومة ومن الصمود، يا أخي هذا الشعب شعب جبارين، نعم. يا أخي تشوف ناس يعني رافضين أنهم يرحلوا، رافضين يخرجوا رغم القنابل، والآن بإحصائيات للمرصد الأورو المتوسط يقول، نعم، اثنين قلابل اللي نزل على هالشعب وشعب غزة ما يعادل 2 قنابل نووية، يعني دمار شامل. يعني كل يوم وهم صامدون في بيوتهم في أحيائهم في مستشفياتهم في مدارسهم، هذا شعب الجبارين، هذا شعب يعلم فينا، يعطينا دروس. فإذا أردتم أيها الشعوب العربية أن تتحرروا، وحرية الشعوب العربية وحرية أوطاننا العربية هي دعم لغزة، فإذا أردنا أن نتضامن فلا بد أن تتحرر شعوبنا وأن نرسي نظام فيه الحرية، فيه الديمقراطية، فيه احترام حقوق الإنسان، فيه احترام المؤسسات، فيه احترام بعض لا نصرة لغزة لمن لا يحترم الحقوق والحرية في بلد. بالضبط، وأنا قلتها من البداية ونعودها، مطالبتنا بالحرية والديمقراطية واحترام دولة القانون والمؤسسات في تونس هو يصب في نفس الخندق في تضامننا مع غزة وفي مساندتنا للحق الفلسطيني. نعم، خلينا نقرأ على ما سمعكم يعني بعض أسطر خطه السجين السياسي المعتقل السياسي عصام الشابي، تحية ليه ولكل رفاق السجناء.
في رسالة قال: لم أشعر بالقهر والعز كما شعرت به وأنا أتابع من زنزانة اعتقالي فصول حرب الإبادة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. عزاء الوحيد هو أن الشعب الجبارين ومقاومته الباسلة انتزعت أنبل قضايا العصر من أيدي العابثين ووضعتها في مدارها الصحيح. إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما يرجون. صدق الله العظيم. ستظل فلسطين بوصلتنا والحرية غايتنا وإنها لمقاومة حتى النصر. السجين السياسي عصام الشابي، شفت كلمات السجين السياسي؟ تحية، تحية إكبار وتحية احترام وانحناء إلى معتقلينا وإلى سجنائنا في تحت سلطة الانقلاب. تحية للأستاذ عصام الشابي. هذا التصريح هو عنوان لكل المعتقلين اللي هم الآن في السجون. كما قلت في البداية، لو كان صادق هذا الرجل أول حاجة يعملها أنه يخرج المساجين. أنت تخرج المساجين. عنا عصام الشابي، عنا رشد الغنوشي، والقائمة طويلة. كما صرح سي عصام، ويعني تحية له من هنا إلى 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 زنزانته، وأنت قل له أنت الحر، أنت الحر، أنت الذي تدافع عن الحق الفلسطيني وتتضامن من زنزانتك بصمودك وبهذه بهذه الرسائل. نعم. نقول أنه كما قلت في البداية، يعني هي معركة واحدة. معركة الحرية في تونس هي معركتنا وتضامننا مع غزة، هي تضامننا نصرة. مع نصرة. نصرة نصرة تضامن ونصرة ومقاومة. إحنا لما قلنا نقاوم هذا الانقلاب أيضا لأن هناك مقاومين أيضا في فلسطين، ففما هناك معادلة. نعم. وفما هناك ارتباط عضوي وروحي ويعني إنساني وعربي ويعني دولي بين تحرير الأوطان ويعني تحقيق الحرية والديمقراطية ودولة القانون المؤسسات. هذا يصب في تحرير فلسطين ويصب. نعم. في دعمنا لل المقاومة ودعمنا لأبنائنا في غزة. أقول هنا يعني لابد أني قلتها من الأول، نحن السجناء مش غزة، نحن المحاصرون مش غزة، لأنه نحن في الأوطان العربية. وهنا يعني هناك تواطأ. نعم. تواطأ خبيث وتواطأ يعني بالمكشوف الآن، هذه كاشفة. يعني حروب أو معارك اللي قامت، اللي معناها وقعت، اللي خوضت يعني من المقاومة، كل مرة تعري شوية، كل مرة تكشف. أما هذه كشفت، لأنه ليش؟ لأنه فما تواطؤ. هو اسمه، هو راح اختيار الاسم طوفان. طوفان. نعم نعم. يعني أحسن اختيار الكلمة. صحيح صحيح. فالطوفان لما يجي يعري كل شيء، يعني ميخلي حد شيء. يعني فأنه تواطؤ دولي. أولا نحن نندد، وجمعية ضحايا التعذيب يعني بمسيراتنا اللي عملناها وبالوقفات التضامنية وبالوقفة كل يوم خميس في ساحة جنيف. نعم. في قلب جنيف في ساحة لونجمال نندد بالتواطئ الدولي، منهم التواطئ الأوروبي والأمريكي الرسمي الأوروبي. الرسمي الأوروبي. نعم. يعني ماكرون فرنسا، ألمانيا، بريطانيا، إيطاليا، والقائمة طويلة، وعلى رأسهم الأفعى الكبيرة أمريكا. أمريكا بانت بالمكشوف يا سيدي. سمعتوا تصريح وزير الخارجية؟ نعم. يعني أكثر من هكا ما فماش. قال أنا ما جيتكمش كوزير خارجية، أنا جيتكم كيهودي. هل ما بعد هذا التصريح تصريح يعني بالمكشوف؟ ثم تطلع تقولك أنا راعية السلام. أمريكا راعية السلام. نعم. نكمل لك. نعم. يعني هذا التواطئ الأوروبي في مقابل، في أيضا قبل المقابل هناك تواطئ عربي رسمي. هناك ناس يعني يرسلوا طائراتهم ويرسلوا مقاتلين باش يقاتلوا مع الكيان الصهيوني ويقتل ابن جلد وابن والعربي والمسلم. هناك ناس ايضا نفس الشيء لم يحرك لها ساكن. انت في مصر، ومن هنا رساله الى المجتمع المدني، انا لا اتوجه الى الحكام الخونه والحكام الخانعين، لكن اتوجه الى المجتمع المدني الحي في مصر، في الاردن، في سوريا، في لبنان، ان يتحرك ويضغط على حكامهم اولا لفتح معبر في رفح. لا بد يفتح معبر رفح. هذا ما طلب به السيد غدا اسماعيل هنيه اليوم. قال رغم كل الاعتبارات لا بد من فتح المعبر. كل 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 ضروره حيويه اليوم. نعم. كل المنظومه الدوليه، كل الهيئات الدوليه الان تطالب بفتح معبر رفح، لان هناك ارواح يا اخي سبحان الله. يعني يروى انه يعني سياره اسعاف اخذت شخص جريح. ماتوا ستة. ماتوا ستة. ليش طلبوا الجواز سفر؟ هل يعقل هذا يا ناس؟
هل يعقل ناس دارهم مدمره يعني احياء مدمره احياء معناها يعني سويت بالارض, سويت بالأرض. نعم. وانت تجي تطلب جواز سفر ما شاء الله. نعم. ما شاء الله. فدعوة إلى هذا المجتمع المدني, وأنا أؤمن بأن ضغط المجتمع المدني يجيب, وأن المجتمع بصفة عامة. نعم. لم يتحرك ولم يكون يحرك الرأي العام. لم. نعم. يكون منظم في إطار منظمات وفي إطار جمعيات أيضا يكون فعله أرقى وأنفع. نعم. وأضغط أيضا في المقابل هذا, في مقابل هذا أيضا قبل المقابل هذا قلنا الأوروبي والأمريكي الدول العربية وحتى المنتظم الأممي. يا فضيحة يعني ثم تصريحات باهية. لا أخيرا, لكن بداية الحرب المفوضية السامية لحقوق الإنسان ونحن نتابع في جنيف عملكم يعني ولا بيان ولا إشارة. فضغطنا, هناك وفد كامل من المجتمع المدني في جنيف وقابل المفوض السامي لحقوق الإنسان في جنيف وضغطوا عليه بشكل كبير وقالوا يا فضيحة أنتم تحمون الحقوق وأنتم تدافعون حقوق الإنسان وترون الأطفال, ولكن الخبراء الأمم المتحدة حكوا على في الخبراء صحيح في على جرائم الإبادة. لا نقول الحق معناه احنا نقول. نعم. للمحسن أحسنت والمسيء أسأت. المقرة الخاصة لفلسطين صح يعني أصدرت من الأول ونددت وكذا. نعم. لكن نحكي على المفوض السامي لحقوق الإنسان تحرك أخيرا بعد ضغط, ونحن طلبنا منه باسم جمعية ضحايا التعذيب ووفد كامل من. نعم. تحالف سويس فلسطين طلبنا جلسة خاصة معه, إلى حد الآن لم يرد علينا, ونحن مواصلة الضغط بتاعكم وسنقوم بتحرك ميداني إذا لم يقبل المجتمع المدني ولم يتحرك ولم يندد. بل نحن نطلب مش تنديد فقط, يا أخي جماعتك راهو في غزة ضربه لونروا تابع للأمم المتحدة, أبناء الهيئة أبناء المنظمة الدولية. نعم. يعني يقصفون وأنت ساكت. نعم. فما بالك أطفال غزة, فما بالك نساء, فما بالك هو لا أمان لا للصحفيين. زملائنا وصلوا أكثر من 26 صحافي استشهدوا. لكن سعادة أنت عايش في جنيف في سويسرا, المجتمع الأوروبي المسيرات اللي شفناها في أوروبا أكثر من مسيرات العرب. يرحم والديك. وهنا المقابل, احنا نددنا بالتواطؤ الدولي على المستوى الدول الرسمي. نعم. المستوى العربي المستوى الأمم, لكن في المقابل تحية إلى الشعوب الإنسانية شعوب العالم سواء في أوروبا سواء في الدول العربية. رأينا أن هناك تضامن غير مسبوقي. مسبوق مسيرة يعني بروكسل ولندن. لندن يعني تحركت كل الدول. بروكسل غير مسبوقة. احنا في جنيف 4 مسيرات. نعم. وأربع وقفات احتجاجية في ساحة الأمم المتحدة بالإضافة إلى جمعيات أخرى. هذا يعني وفي فرنسا رغم تضييقات, في فرنسا رغم منع المسيرات, لكن بالمجتمع أنا أؤمن بالمجتمع المدني. نعم. المجتمع المدني هو القوة الناعمة. المجتمع المدني هو لما يضغط ولما ينظم روحه ولما يعمل شبكة ولما يتوحد يفعل الكثير. وفرنسا وخرت التالي ومجلس الحكومة متاعهم قال معناها أنه ما نرفضوش بشكل أوتوماتيك, ممكن نعطي في باريس ونلغي في ليون ونلغي في وربما هذا الذي جعل فرنسا تتحفظ في مجلس الأمن. على الأقل لا فرنسا في الجمعية العامة راي صوتت معها فرنسا. أعتقد تحفظت. لا 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 ما تحفظتش أنا عندي. نعم. اللي تحفظ هو سي قيس سعيد والعراق, هذا من الدول العربية. في دول أخرى أوروبية صحيح تحفظت وفيه حتى اللي جاوا ضد, لكن خلينا نكمل الفكرة. نعم. أنه تحية إلى الشعوب. الشعوب هي التي ولما تحركت أوروبا وتحركت أمريكا وتحركت الدول العربية والإسلامية هذه راهي رسالة قوية أن الشعوب حية وأن الشعوب أن مصالح الكيان الصهيوني والدولة اللي داعمة لها مكان راهي تمست. نعم. ونخافوا من مصالح مش بالطبع خافوا. بالطبع هي مصالح في الأخير لعبة مصالح. هي لعبة مصالح. لما أنت تقتل لي خويا وابني وبويا وجدتي وعمتي في غزة هذوكم أبنائي هذوكم تفعيل حملات المقاطعه والدعم دائما. نعم. نقاطعه ونضغطه ونحتجه امام السفارات, وانا تحيه للشعب التونسي تحيه اكبار الشعب التونسي لما يقف قدام السفاره الفرنسيه ويقول فرنسا ديجاج ويقول ماكرون اساسان وماكرون كريمينال وماكرون تيروريست. هذه رساله, هذه رساله لهؤلاء الذين يتواطؤون مع المحتل وعلى سلطه الاغتصاب مع سلطه السلطه الغاشمه
السلطة هذه سلطة السلطة القائمة للاحتلال، وهذا وهذه الإبادة للشعب الفلسطيني. رأوا الأمر جلال خويا حسين، نعم. رأوا الأمر مش سهل، رأوا نشوفوا الأشلاء، وخوفي خوفي وهذا لا 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 أتصور أن الشعب الشعوب تقع فيه، خوفي أن نتطبع أن ننزل نبقى كل يوم وإحنا نتفرج على نشاهد إبادة ونشاهد نعم. إبادة حتى يصبح أمر عادي. لا انتبهوا، كل ما يكون فما إجرام وكل ما يكون فما يعني قتل لابد أن نزيد نحن في أشكالنا النضالية ونزيد في يعني دفاعنا ودفاعنا على الحقوق، وفي نفس الوقت التنديد بهذه الإبادة، إنها إبادة وإنه يعني أبارتايد فعلا، وإنه يعني كما صار في جنوب أفريقيا نوع من الأولوكوست، حتى أنا نسميه حتى أولوكوست الآن، وماشي الأمور مش واقفين حد هنا. ما إن شوف الصور نعد الصور في الخلية، ما لم يكن هناك وقفة دولية ووقفة جادة من المنتظم الدولي ومن أي نعم ومن الشعوب، راهم مواصلين كل يوم حي كل يوم مستشفى، وخوفي أنه يقضي على المستشفيات الكل الآن. نعم. يا راجل هذا لا يعني لم جنون جنون هذا جنون التاريخ، أنه في الحروب اللي صارت حروب الأولى والثانية والحروب اللي صارت في العالم، المستشفيات والمساجد. نعم. والكنائس ومعناها المدارس لا تمس، وهذه معاهدات، وهذا مكتوب في المعاهدات الأربعة لكات كونفونسيون دو جنيف، المعاهدات الأربعة لجنيف بالتفصيل، ومكتوب في القانون الإنساني الدولي ومكتوب في القانون الدولي. نعم. لحقوق الإنسان، هذا حبر على ورق. انظروا يا ناس وأعطيني لحظة، أنه ما لماذا هذا صاير؟ ليش؟ لأنه الجمعية العامة، مجلس الأمن، نعم، مجلس حقوق الإنسان، المعاهدات الدولية، العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، معاهدات لم يطبق منها شيء، طبق في كل الدول إلا في الأراضي المحتلة. ثم ضوء أخضر، أخضر هذا اللي خلى الكيان الصهيوني يتجرأ على شعبنا في فلسطين. وأنا قلتها في البداية وأقولها، نعم، أنه المنتظم الدولي هو متواطئ، ستان كومبليس معناها متواطئ مع هذا الإجرام وهذه الإبادة. نعم. وفليتحمل هو مسؤوليته، سيأتي التاريخ لن يرحم. ونحن أيضا أختم بهذا في هذا الموضوع، نحن نقول أن هناك تحالف حقوقي دولي متكون من أكثر من 40 منظمة، فيهم المحامين، فيهم الخبراء الدوليين، فيهم النشطاء المجتمع المدني، فيهم الحقوقيين، فيهم وفيهم وفيهم رجال. نعم. ونساء. نحن بدأنا العمل وبدأنا الرصد وبدأنا التوثيق، ولن يفلت واحد من هالمجرمين من نتنياهو إلى أبسط جندي. نعم. من العقاب. أكيد سيأتي يوم وتقف هذه المعركة وتقف هذه المحرقة وهذا شاء الله بانتصار وبفرض، ولكن لن يفلتوا، نقولها من هنا، لن تفلتوا من العقاب، سنحاسب المجرمون والمتواطئون معهم. وأول. نعم. من يضع أقدامه في أوروبا أو في أمريكا سيكون مصيره المحاكمة والمتابعة. نعم. ويعني نمشوا لحادثة التهريب في السجون وخلفياتها، وإلى أي حد ثم خوف حقيقي على سلامة السجناء؟ وأنت عندك هنا سبق صحفي يعني قلت لنا رسالة من زوجة القاضي بشير العكرمي، حتى نمشوا إلى ما حديث سعيد عن حادثة التهريب في السجون، واللي يقول احنا صامدون ونريد زعزعة أمن تونس، يقول لن ينجح في ذلك. لا يحد أن الرسالة هذه مطمئنة. شوفوا سعيد ورجعني الله. العملية في نوفا لا يمكن أيضا أن يدخل هؤلاء في الشك، صامدون. المرحلة، وكنت أتحدث منذ قليل مع السيد رئيس الحكومة لتطهير الإدارة، لأن من ندس فيها حتى بأسماء. أستاذ عادل، أنا يطمني ربما إلى حد ما كي يقول أنه ثابتون صامدون، باهي أنك رأس السلطة يحكي على الطمأنة، لكن مش عارف التوانسة يصدقوا. سمحني إذا كنت وأنت عندك سمحني أربعة مجرمة كل واحد في شمبري في بلوار خاص وتم تهريبهم، وين صامدون؟ وين هاللغة صامدون؟ سمحني خوفتنا ولا يطمننا.
والله من كيش نقوله من المبكيات المضحكات مضحكات المبكيات المضحكات المبكيات يعني إنجاز شنو هذا يعني هي إنجاز كبير إنجاز كبير في توشدوهم في المجال إيه معنى إنجاز كبير أنه هذا تقصير ويقول أنه غير مقبول ويقول لابد أن يتم ملاحقتهم ويقول أنه ربطها بالحركة الصهيونية ومن بعد الدولة يعني لا يمكن إرباكها ومن بعد صامدون وثابتون ومن بعد تطهير الإدارة شوف التركيبة شوف خلطة شعبوية شكون يوصي يجب ويلزم شكون يوصي يرحم والديك هذا اللي حبيت نقول يا بابا فيق على روحك راك أنت في ديك السلطات الكل هكا ولا أراو يا معلم يا سيد المنقلب راك خذيت كل شيء يا ما تخاطب فينا وكأنك معنا معارض وكأنك خارج السلطة أنه تقصير أي وبعد التقصير شوف عبارة جمعية سمحني يقول لك المواطن مصلحة المواطن أي المستهلك الدفاع المستهلك الدفاع المستهلك أي مجتمع مدني خطابه هذا بتاع مجتمع مدني احنا نندد واحنا نقوله هذا راه تقصير وينك يا إدارة وينك يا كذا انت يا بابا راك في ديك السلطات الكل اي مجرمه وسيبتهم اسمع هذا دليل اللي قلته من الاول هو فشل ما هو فشل عام حتى الفشل الامني فشل امني واضح اربعه ولا خمسه يهربوا من السجن راه غير مسبوقه وين اخويا راقده وين الدوله نتاعك وين الامن نتاعك وين وزير الداخليه نتاعك الاصل في الشيء كان جا الدوله تحترم نفسها وزير الداخليه طير مش طاير معنا طاير بعض مش عارف لا عندنا قله في العدد الامني عندهم مهام اخرى شوف عندهم مهام اخرى الامني شوف هذه فضيحه الدول هذه نعم فضيحه الدول معناها الفشل الامني هذا فضيحه الدوله هي اعترف يقول وانك انت راك مسؤول خذ قرارات يا سي عادل تو يعسوا على الواتساب نتاع ايوه شو اسمه سمح الله تاع المعتقلين اي المعتقلين وهاو فلان كلم المقاومين والمعارضين هاو جوهر كتب وهاو اي بعدها معناها هذا واضح هذوكم المعتقلين يتبعوا فيهم بالملي معناها جوهر عنده كاميرات كاميرا ليل ونهار اعطينا حتى نشوفوا باش نجي البشير العكرمي وحالته ووضعه كذا نفس الشيء تقريبا اغلب المعتقلين الكاميرا كل ليله يعني المراقبة في وسط الغرفة هي مخالفة للقانون بالطبع مخالفة للقوانين للقانون الإنسان الدولي ومخالفة للمعاهدات ومخالفة لكل الأعراف لربما خايفين عليهم أيه لا خايفين لا ضار أنه يحبوا يحموهم خاطر هو ديما قال الناس يتآمنوا وتحت حماية الأمن هانا حماية الأمن 24 ساعة باهي والأخرين أخوي ما والأخرين شنو الأخرين طفيت عليهم الضوء وخليتهم تخرجوا يخرجوا شوف طف الضوء احنا اولا نحمل المنقلب المسؤوليه التامه على فشله الامني وليست طويله هذه الاولى وهذه نعتبرها فضيحه امنيه اذا كان هذه نقولوا فضيحه اذا كان مش معناها يعني اذا كان مش جريمه وتواطئ وممكن قد يكون فيها خطه اخرى وتنعطيك بعض احنا وصلتنا بعض المعلومات الامر فرضيات فرضيات يعني ونتصور انه الامر خطير الان يعني ارهابيين الان يدوروا في البلاد وما ترش عليهم وين وما قدرتش انت بالترسانة الامنيه اللي تتابع فيها اللي تتابع بها المعارضين وتعرف عليهم الكبيره والصغيره واللي تتصنت عليهم قال هو قال امانه في اكثر من اجتماع قال نعرف عليكم كل كبيره وصغيره ايوه اي ماذا بينا هالقوه نتاعك هذه سيد المنقلب جيب لنا الارهابيين اللي ضايعين في الغابه اللي خرجوا معنا والله اعلم كيفاش خرجوا قال تهريب هو قال تهريب هربوا هو قال هربوا اي شكون هربوا يا سيد وين شكون ما كنت عين بلا تشوبه شيء اخي ما عندكش لا كاميرات لا عندك لا ناس تشوف هربوا كك نقزوا طلعوا معنا كذا تبخروا يعني تبخروا يعني اشباح ولا يعني وينك ما قلت قوي مك الدولة تحكي على الدولة وتحكي على هيبة وتحكي على الدولة مستقلة وتحكي على استقلالية الدولة وتحكي كلام كبير هي وينك فيها سابقا قبل السلطة أنه قولة معروفة سيد سعيد يقول يا إما الإرهاب أكبر من الدولة وإلا الدولة هي الإرهاب هذا كلامه هو إذا كان إيه إلى أي حد شوف. يمثل تهديد لا تهديد كبير احنا نقوله هذه الفضيحة الأمنية لا قدر الله ستكون لها تبعات وأمور خطيرة. أولا احنا نحذر المنقلب اللي قاعد يلعب يعني بأمن الدولة هاو تحب ما تحكي على أمن القومي أساس أمن القومي هاو أمن القومي عندك أربعة ولا خمسة رهابين يدوروا في البلاد وينك أنت
الأمن القومي تعرفوا كل كي تحط دبابة قدام البرلمان هذاك أمن قومي. الأمن القومي كي تحط ناس لحد الآن ما عندهم حتى تهمة لحد الآن يعني المعتقلين، وتحية إلى كل معتقلين الصامدين في سجون سلطة الانقلاب، أنهم تحطهم في السجن وتقعد تمدد في 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 سجنهم كل 4 شهور وكل كذا، هذا أمن قومي. أما هذم 5 يقع تهريبهم معناها وإرهابيين، فنقول للمنقلب نحن نحمل كما حملنا نندد الآن ونحذر المنقلب من أي تداعيات خطيرة على عائلات المعتقلين. وصلتنا معلومات أنه فما إمكانية كبيرة أن هؤلاء الإرهابيين ممكن سينتقمون من بعض العائلات اللي قد تكون عندهم علاقة بسجنهم أو بقاضي أو كذا. بل أقولها بالنسبة للقاضي بشير العكرمي، أولا نحن عملنا جلسة أخيرا مع وأنا واحد من الناس، أنا كنت ممثل الجمعية مع المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، وتطرقنا إلى عديد من القضايا منها قضية القاضي المعتقل ظلما بشير العكرمي. عنا تفاصيل وضعه في السجن يعني في تنكيل يومي، الراجل 24 ساعة ل 24 ساعة الضوء يشعل يعسوا عليه الكاميرا في كل مكان، يدخل حتى بيت الخلاء الكاميرا معه. رابعا موضوع الأدوية اللي ياخو فيها الآن ما نعرفوش شنو نوعيتها وين تصب، والراجل يوميا كل الساعة 6 مساء يجيه كريز، يجيه كريز يعني اضطراب، لا يعني يجيها نوبة يعني مرتبطة بيوم اعتقاله، مرتبطة بكيفية اعتقاله، والله أعلم شنو اللي عمله الرجل هذا يعني ينكل به يوميا في هذا المعتقل. أولا، اثنين أنه خروج هؤلاء الإرهابيين، لأنه الإرهابيين من وضعهم في السجن هو القاضي بشير العكرمي بعد التحقيق، وهذا التحقيق كان معناها معترف به دوليا وكان معناها يعني بشفافية وبكذا وبكذا. الآن هم يعتبروا أنه بشير العكرمي وضعهم في السجن، فخروجهم قد يكون خطر على عائلة بشير العكرمي. فبالتالي نحذر المنقلب من أي شيء، أي حاجة، أي خطر، أي مساس، أي إذاء، أي مساس بعائلة البشير العكرمي، فأنت المسؤول، أنت المسؤول. وحذاري أن هؤلاء يبقوا معناها هكذا معناها شاردين في الغابة وشاردين في بل بالعكس أقول أنه عنا شهادة من زوجة بشير العكرمي أن هناك بعض الإشارات بدأت تأتيها في إطار التهديد وفي إطار التخويف، هذا خطير وفي إطار نعم وعنا بالملموس. والآن أرسلنا كل هذا إلى المقررة الخاصة لاستقلال القضاة والمحامين، أن هناك بعض من غير ما نحكي التفاصيل هناك بعض الإشارات في التخويف وفي كذا، في معنى أنه راك مستهدفين. لا استبعد أيضا هؤلاء الإرهابيين وهم معروفين معنى الطيار وكذا أنه يتوجه إلى عائلة أي معتقل آخر خاصة من الإسلاميين، عائلة رشد الغنوشي أو عائلة نور الدين البحيري أو عائلة علي العريض، أو يعني هم عندهم معناها كره وعندهم غيظ على هؤلاء. فبالتالي نقول أنه للمنقلب يعني أنت المسؤول، السلطات كل بيدك، أنت قادر بجرة قلم وبكما تفعل بالمعارضين ودك فيهم في الحبس وتنكل بهم وما نتبع فيهم بالكبيرة والصغيرة. نعم. الأصل في الشيء أن يقع إرجاع هؤلاء المجرمين إلى السجن، مش يعني معناها حماية على الأقل يعني الشعب التونسي بصفة عامة وعائلات المعتقلين. هم يا أخي رجع من شوش رمي حوسوا، رأوا تم تهريبهم، تم تهريبهم السلطة، القائد الأعلى للقوات الأمنية والعسكرية جو في الليل وهربوا له 5 سجناء. هاو خبر سيدي حاسب ناقل على 9، الحرس الوطني يرجح، أسمع معي منيح، تورط إرهابيين من الفارين من سجن مرناقية فشت تورطوا في السطو على بنك ببومهل. أيوة. إذا كان تو سمحني يعني أيوة. سمحت أو يعطيك حربوشة رام تورطوا في البنوك، يعني غدوة ربما يقول تورطوا في اغتيال سياسة لا قدر الله من حق الناس تطبع الأرواح. بالضبط، وهذا اللي حذرت منه، أنه هناك قد تكون فما يعني تداعيات خطيرة على المجتمع ككل. ها بدنا بالبنوك غدوة الله أعلم بمعنى نعم. أشياء، وأيضا هناك خوف على عائلات المعتقلين ونقولها بكل صراحة، يعني وقد يقع لا قدر الله اغتيالات
ويمكن الله أعلم شكون الفاعل ومعناها يعني يقع إلساقها بهؤلاء. السعيد قلت المسؤول، لكن تصور رئيس دولة مصلحته باش يتم تهريب 5 سجناء هو حاجتين، يا إما تجاوزوا الأمر، نتحدث في إطار فرضيات حتى ما نقولوش راه هو داخل في الكومبليس هذا، فرضيات، ولكن معناتها الأمور قد تكون ما عادش متحكم. هذا تشير الى ثم صراع عاجل. شوف صراع مش صراع، تفاصيل هذه. احنا من الاول قلنا الدوله لا تسير بديكتاتور ولا تسير بفرد، هذا معروف، يعني انه الاصل فيه هناك برلمان، والاصل فيه مؤسسات دوله ودوله المؤسسات والقانون، وناس تتقاسم اداره، ويا باب الله احنا نتقاسموا معنا اعباء إدارة، نعم ها، وعباء الاداره وعباء كذا والاقتصاد وكذا، وشوف نوصلوش. فما بالك اذا شخص واحد يفتك ويغتصب السلطه كامله، البرلمان والسلطه التنفيذيه والقضائيه والداخليه والامنيه و و و و اي بابا، مادام خذيت انت متحمل، ما خذيت كل شيء، ما كن قلبت، هي بابا وريني ذراع، وريني ذراعات، وريني كتافك، ما قلت معناها باش تتصلح، ما قلت باش جاي معناها باش يعني مسار اصلاحي في الاقتصاد فشل، في الامن فشل، في حقوق الانسان فشل، في الدبلوماسيه فشل، اي وين ماشي؟ وتقول لي ما نحملكش مسؤوليه، انت المسؤول بغض النظر على انه عندك خلافات داخليه، فمكلونات الداخليه مع الجيش مع كذا، هذا ما يهمناش. شكون الصراعات ما بين انت المسؤول؟ اي صراعات ما بين الصادقين والصادقين الثابتين، مش عارف وقت عين كان الصادقين دخلوا بعضهم هذوكم على الاخرين، الاخرين مع هذوكم، وجوا في الاخر 5 هربوا. راهو تحكي الحفار قبلي قال 5 هربوا من السجن المرادية، اللي هو قالك محصن ربما التحصين نتاعه افضل من 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 القصر الرئاسي، ويخسر عين السيد الرئيس 5 دقائق 4 دقائق فيهم زوز درس تاريخي في التهريب. اي 5 دقائق منهم 3 دقائق على التهريب وحمد بن صالح وكل شيء، وطوي الملف وحل لجنه. اي اخي خرج لنا سامحني حقائق نتاع الشهداء نتاع شو اسمه ضحايا مركب جرزيس، اللجان اللي عملتها قبل، هي ايش يفيد انك تعمل لجان وما لجان؟ يرحم والديك سي حسين، هاك معناها هذه مش اول، مش اول نسال نسال مش واحد، هي معناها ذكرتنا مش اول قضيه، ومش اول مش اول معناها مصيبه، مصيبه يعني المساله معناها مرتبطه بالعديد من القضايا وبالعديد من المصايب، وتكونت لها لجان، وهو نفس الخطاب، الخطاب وهو معارض، او باش نعملوا، او قصروا، او تقصير، او غير مقبول، او يندد او كذا. نحن قلنا من البدايه ان هذا المنقلب بسياسته وبانقلابه وبتصرفه الوحداني والتوحد هززنا لتدمير الدولة، هززنا. نعطيك أرقام سعادي، تفضل. نعطيك أرقام لأنه حكينا عن الفشل السياسي والاقتصادي، اللي في بالك في قانون المالية التكميلي الحكومة ايش عملت؟ ما وعدتنا هي، ولكن في القانون المالية الأول وفي القانون المالية التكميلي جات خفضت توقعاته نتاعها، باش ما نقولوش يعني أكل الأوهام حط ساقه على الأرض. السيدي كانت متوقعة أنه العجز الميزاني يكون في مستوى 5.2، هذا عملوه في ديسمبر 22. جاءت تويك القانون المالي التكميلي قبل 3 أشهر من نهاية السنة، قالوا لا بصراحة رأوا العجز ارتفع إلى 7.7. رأوا سمحني هذا توقعاتهم توت 3 شهور، ربما في آخر ديسمبر عمليا قد توصل 9 العجز. حاجة أخرى كانوا متوقعين في نسبة النمو، قالوا نرى في 23 مش تحسن وضع البلاد، وخاطر كان عامل لجنة صلح الجزائري كان يتصور وكان يأمل، ولا كان نتاع عودة استرجاع الأموال المنهوبة كلجنة الصلح الجزائري، لكن هو نفسه ما تعرف، قال لنا سيد سعيد قال لهم النتيجة تاعكم 0 وعطاهم 6 شهور، الله أعلم شأنهم. كانوا 7 ظهلي أعضاء، آخر مرة عاد بهم 4 ولا 5، عدونا منهم 4، إن شاء الله يكونوا مازالوا 3، ظهر لي حتى النصاب طاح. نحكي في الواقع هذا، دونك كان متوقع 8.1%. بعدك قال لا بصراحة 0.9 تحت النصف، وهذا رو رأي فرضية، ربما في آخر العام جي 0.5. إيه، وإذا كان أنت توقعاتك فشلت فيه وعندك حصان وعندك السدرة وعندك الأجهزة وعندك الصادقين وعندك الثابتين وعندك الأجهزة والأمن العسكري، إيش اسمه قائد أعلى قوات الأمنية والعسكرية، هي وهلكم عملت شيء، وين ماشيين؟ وداخل حملة انتخابية جديدة وين ماشي؟ هي أنا أسوف لا أمنتهم من جوع ولا من خوف، الناس هاربة وترعش،
مجرمة تدور في الشوارع شنوس إرهابيين يودي قطرة وفي معاقات الأمنية صح باش ذبح أمني إيه وين ماشي سمح بابا عزيزي في المشينجا بابا عزيزي ماشيين إلى تدمير الدولة ماشيين إلى الخراب ماشيين إلى الانهيار ماشيين إلى معناها إفلاس الدولة ماشيين إلى فشل ذريع على كل مستويات ماشيين بهذه الطريقة إلى معناها إلى أن نوصل يوم أنه مش الوضع الاقتصادي والاجتماعي وكذا فقط دولة انهار يا سيدي هون نزيد على اللي قلته نعم. الأرقام وكذا هذا مجلس الأعلى للقضاء هو عينه ولا مؤقت إيه هاي المؤقت هم فماش هم توا معنا فما شيء يعني لا يخدم هو ولا حتى هذا مش راضي عليه اللي عينه هو ومش راضي عليه مجمده شو اسمه يعني الهيئات اللي عملها يعني حتى ما قلنا اللجان اللي عملهم كذا اللجنة يعمل لجنة وتقعد معناها تقعد مدى الحياة ما فما حد شيء ما فماش نتيجة تعمل معناها تصريحات تعمل كذا يعني في فمش مراجعة للسياسة انت لا مراجعة لشيء يعني بالعكس دي الأصل في الشيء هو ماشي في تدقيق الإدارة الأصل شوف يعني قلناها بكري معناها أنه الشعب مستعد والشعب قاعد يئن والشعب قاعد معناها عايش معناها الضيم وعايش الجوع وعايش معناها الميزيريا جاتنا غزة حرتنا جاتنا غزة يعني بثت روح النضال وروح العزة وروح الكرامة وروح معناها الشموخ الأصل في الشيء الشعب يعني الشعب والحكومة والدولة الأصل معناها تنخرط في هذا الوقت الأصل أنت كان جيت صادق أراك معناها هبطت مع الشعب وراك معناها كما قلت في البداية خرجت المعتقلين هبط في النيل أي ما هوش مع الليل. الشعب وين ما هبطش شرح ببورقيب وش بين ما هبطش في المسيرات الكبرى اللي متاع ألاف وكذا يعني لا المشكلة هو فقط سمحني أنا في حاجة سعادة بجنة أنا مصدق لكن هو عنده ليش عنده الأنصار بتاعه عنده 1,800,000 هو قال قال علاش ما هبطش فيه 150 ألف علاش مخبيه ما عندك أنصار 1,800,000 بربي هبطنا منهم 150,000 200,000 خلينا نشوفوهم نصرة ما قلت نصرة وشهادة هو ليش نحكي عليه نصرة وشهادة المحل هو وقتها متحمس رئيس دولة بين قوسين رئيس دولة متحمس لا يا سعادة ما نظلموش خاطر أنتم تغلطوا ساعات كسياسيين خاطر هو يقول لك ثم فرق ما بين الإسلاميين والمسلمين هو مش من الإسلاميين المدافعين هذه سيرته مش هتضحكوا عليه مش بتاع هو حتى الإمضاءات ما يمضيش في الأعراض يعني كان يقري ويروح تحب تو يحكي عن النصر والشهادة أما فقط يهبطنا 150,000 100,000 يختار في الأفيوني ويحب نصر الغزة على الأقل ليش يخبي فيه 1,800,000 لأنه مش موجودي واضح المسألة واضحة يعني تنادي يا بابا يا أما 1,800,000 هذه كذبة وهذه معناها يعني هو ما عنده مشكلة في الأرقام زي مش كان 1,800,000 والمليارات وبين المليار وبين المليون وكذا ما رجع منهم شيء لا 1,800,000 موجودين ولا مليارات رجعت ولا فلوس منهوبة رجعت فبالتالي يعني هزلت والله يا سي حسين في ساعات الواحد بكثر الأخطاء وبكثر الكذب وبكثر نعم. معناها التلبيس وبكثر يعني الكلام بلا بلا والشعبوية نعم. هزلت ما عادش تقدر معناها عندك معناها تو باش تدافع أنت ولا باش تبين يعني أصبحت الأمور واضحة كاشفة وقلت أنه هذه غزة حرت نعم. العالم الكل وجات باش تكشف الغث من السمين وباش تكشف الصادق من الكاذب وباش تكشف من هو متضامن حقيقيا نعم. معه ولا فبالتالي معناها يعني موضوع هذا الكلام وموضوع الشهادة وكذا كله كلام الأصل بعد 4 سنوات من 5 العهدة متاعه أعطيني خلاصة حتى أخذ معكم سعادة رجعت والله الخلاصة كارثية فشل ذريع الخلاصة أن الدولة دمرت الخلاصة أن المجتمع يئن أن المواطن يئن بالإضافة على الوضع الاقتصادي والاجتماعي ثم تصحيح مسار صح مسار لا تصحيح مسار ولا مسار موجود ولا معناه دولة تقامت ولا قانون تطبق ولا حريات عامة ولا حريات خاصة ولا هو البنك المركزي قال لك مخاطر تهدد القطاع المالي يبشرك بالخير ما زيد شوف الموجات الإيجابية أي نعم من نعم الإيجابيات معنا نعم فيعني وين ماشيين يعني فما يعني دمار شامل شو اسمه الصهاينة والاحتلال والمحتل وسلطة الاحتلال تدمر في غزة وإحنا عنا دمار شامل أيضا على كل مستويات
على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والاجتماعي والسياسي والدبلوماسي والحقوقي. ولكن لعودة للوراء هو دي ماشي قدام. اي هذه المشكلة، لعودة للوراء الى ان معناها نعم. تبرك الدولة كل، ويعني ما نلقاوش لا دولة، ما نلقاوش مؤسسات، ما نلقاو حتى شيء. انا في فرصة الان، في فرصة، ولكن للأسف يعني ما فماش نية وما فماش رغبة وما فماش إرادة لاستثمار هذا التضامن. الشعب، الشعب التونسي متضامن، والشعب يريد تحرير فلسطين، وهذه الروح الإيجابية في فرصة إذا لمن يكون عنده على الأقل عقل رشيد، ولمن عنده ذرة إيمان وذرة حب لفلسطين وحب الغزة، أن هناك فرصة أن تتصالح الدولة مع شعبها، أن تتصالح كل القوى وكل المعارضة وكل مكونات المجتمع المدني من أجل التضامن مع غزة. وهذه فرصة أعطتها نهدتها لنا غزة، نعم. وهدتها لنا معناها هذه الأرض المباركة، أنه فرصة أنه نغيروا من أنفسنا، وفرصة أنه نضامن تضامن حقيقي مع شعبنا في غزة. لكن هل يلتقطها كل معناها من عنده قلب وكل ما عنده نية صادقة أم لا؟ أشك نعم. في ذلك خاصة من جانب المنقلب. حتى نختم، وزارة الصحة التونسية تسجيل 10 حالات فرادة لحمى غرب النيل. ربي يستر، احنا كي متصبناش يا الله القمل والضفادع يا الله على المصايب. ربي قدر الخير. شكرا جزيلا سعادة الماجري، كل التحية. المجهود كون اسناد قوموا به في جمعية ضحايا التعذيب، لكل الأخوة والزملاء النشطاء الحقوقيين في جنيف وغيرها، وإن شاء الله خير. إحنا يبقى الأمل التونسي، التونسي راهو ديما عنده الطموح، وأكبر طموح هو أنه التصريح بتاع سالعميد بودربالة ما خلاش الناس ضايعة. اسمح لي أستاذ حسين القفلة، يعني أنا نقول وقلتها، هو معناها مقاومتنا للانقلاب والمطالبة نعم. بالحرية في تونس والديمقراطية، هو يصب في نفس المصب في حراكنا التضامني مع أبنائنا وأبناء شعبنا في غزة. فبالتالي القضية التونسية والقضية الفلسطينية هي في نفس المسار. نعم. لما نطالب بتحرير معتقلينا والدفاع عنهم، هم بالأساس كما ذكرت سي عصام، وتحية سي عصام وتحية راشد الغنوشي وتحية لكل القائمة نعم. للمعتقلين، هم متضامنون. لما يخرجوا باش يكونوا في الساحات وباش يكونوا من المدافعين على هذا 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 الشعب العظيم الجبار. فأنا أطلب من المجتمع المدني في تونس وفي الخارج أن يواصلوا تضامنهم مع شعبنا في فلسطين، وأن يواصلوا الدفاع عن الحرية وعن الديمقراطية في كل مكان. ونحن قبل أن نختم، هاو جيت تصريحات جديدة سيد سعيد، نحن في حرب تحرير لا حرب تجريم التطبيع. تصريح جديد. شعبوية من نوع راقي جدا، من نوع معناها يعني نحن في حرب تحرير لا في حرب تجريم التطبيع. تجريم التطبيع، وكأنه تجريم التطبيع ضد التحرير، يعني مفارقة، يعني هذا تخلويض. يعني لا تخلويض. يؤكد أنه بالفعل أنه خراء ماشي في عدم إقرار. أي كيفاش تحرر أنت إذا باش تحرر بلادك؟ أولا أبدأ حرر بلادك، حرر شعبك، لم الشعب، لم الناس، لم الناس الكل حول يعني قضية عادلة، قضية نعم. إنسانية. هذا لو واثنين، هو تجريم التطبيع يصب في حرب التحرير مش العكس. مش باش كيفاش تتحرك انت؟ تحرر بالكلام، بالبلابلا، بالتمويه، بالكلام اللي معناه الفضفاض. نعم. التحرير يبدا من تحرير الاوطان وتحرير الشعوب في الوطن العربي والاسلامي. بهذا يمكن ان نحرر ان شاء الله فلسطين. يكون تحريرها من الفساد والمجرمه، مش تحريرها من السجناء، من المعارضين واصحاب الراي المخالف. جزيل الشكر سعاده الماجري نائب رئيس جمعيه ضحايا التعذيب. شكرا جزيلا لمشاهدينا الكرام، التقيكم ان شاء الله بدايه الاسبوع، بداية من الساعة 8:30 مساء بتوقيت تونس، 10:30 بتوقيت القدس المحتلة. في أمان الله.